السلام عليكم، شلونكم حبايبي؟ شو اخباركم؟ احنا عندنا صار تفاوت بين الشعب يعني من قسمتوها، فراح ابدي اشرح اليوم عن الفيروسات. فاللي انا واصل وياهم لهاي المرحله خلي يكمل وياي، واللي بادي وياهم نبدي من جديد. فيروس الحاسوب النقوصات ان شاء الله اعوضكم اياها. فيروس الحاسوب تعريفه تعريف كلش حلو، هو عباره عن برنامج صغير ينتقل بالعدوى عبر سنساخ نفسه زين في الحواسيب المستهدفه، وظيفته انه يصيبها ويحدث الغرض الذي صمم من اجله. هذا تعريف الفيروس. تسميه الفيروس اجتي من الفيروس الحقيقي اللي عندنا بالاحياء، هو عباره عن كائن صغير ينتقل بالعدوى مثل الزكام، الامراض الاخرى اللي هو الميكروبات والى اخره. يدخل جسم الانسان، الفيروس لا يرى بالعين المجرده، يدخل جسم الانسان ويصيبه او يحدث فيه الغرض اللي هو صممه من اجله او الغرض اللي هو يديره. فمن انطلاقا من هذا المبدا، البرامج الصغيره اللي المبرمجين يستخدموها على مود يخربون او يحدثون بعض الاضرار في اجهزه الضحيه اطلقوا عليها اسم الفيروسات ابتداء او انطلاقا من هذا المفهوم. زين، هذا التعريف. الجزء الأول برنامج صغير ينتقل بالعدوى عبر الاستنساخ ويدخل الحواسيب المستهدفة ويصيبها بالغرض أو بالضرر الذي هو صممه من أجله. هذا التعريف يقسم إلى 3 مقاطع. عند إصابة الفيروس أو الحاسوب بفيروس قد يظل كامناً. هاي نقطة كلش مهمة. الفيروس من يدخل الكمبيوتر يظل كامن، الكمون معناتها الخمول يعني خامل ما يشتغل زين. لعد كيف يشتغل الفيروس؟ كيف يحدث الضرر الذي هو صمم من أجله؟ عندنا 3 نقاط مهمة أو 3 نقاط رئيسية. الأولى أنه هو ينتظر تاريخ معين اللي هو الوقت والزمن أو حدث معين، هاي النقطة الثانية، أو تشغيل برنامج، هاي النقطة الثالثة. زين عيني، نجي على الأولى التاريخ. يعني مثلا الفيروس من يدخل المبرمج، هو من برمج الفيروس مبرمجه بطريقة بأنه هذا الفيروس يشتغل الساعة 12 في الليل بتاريخ 15/12/2021. فممكن أنه أنا هسه حاسبتي موجود فيها فيروس، بس إحنا بعدنا بالسنة 2020، فرح الفيروس يبقى في كمبيوتري موجود ويظل كامن خامل ما يشتغل كل شيء ما يسوي، تمام؟ إلى أن يجي هذا التاريخ اللي هو 15/12/2021 ويبدي يحدث الضرر. أنتم ما كنتم موجودين بسنة 2000 من انتقلنا للألفية الجديدة اللي هي كانت سنة 2000 بعدين 2001. في واحد مبرمج عالمي عمل فيروس يدخل للأجهزة، وبينما الناس كانوا محتفلين بالكريسماس زين، اللحظة اللي تصير الساعة 12 بالليل ودقيقة وتدخل سنة 2001 هو يبدي يشتغل، سبب أضرار كبيرة وخسائر بالملايين، تمام؟ زين، الحدث معين، الحدث شنو؟ فشي أنا أديره، يعني مستخدم الكمبيوتر هو يقوم بهذا العمل أو الحدث. مثلا إنشاء مجلد على سطح المكتب، مثلا عند ربط جهاز الآيفون ونقل الموسيقى باستخدام برنامج الآيتونز من الكمبيوتر إلى الآيفون يشتغل هذا الفيروس يبدي العمل، تمام؟ عند فتح المتصفح جوجل كروم والدخول إلى موقع مثلا youtube.com أو facebook.com أو مثلا تصفح الMBC أو تصفح الBBC مثلا، اللحظة اللي أنا أفتح الكروم وأدخل هذا الموقع أو الرابط وأدخل على قناة الBBC يشتغل هذا الفيروس زين. أو تشغيل برنامج، تشغيل برنامج مثلا هسه أنا هذا البرنامج اللي عم أدرسكم فيه اللي هو هذا الPDF، تمام؟ هذا البرنامج اللي أنا أستخدمه شنو اسمه؟ فوكسيت أو فوكسيت ريدر زين، اللي هو البرنامج المسؤول عن فتح ملفات الPDF. فأنا كل ما أشغل هذا البرنامج الفيروس يشتغل، أسكر البرنامج البرنامج يسكت أو الفيروس بهالطريقة. فهذا المقصود بتشغيل برنامج. هسه تعلمنا أنه الفيروسات من تدخل تبقى كامنة أو خاملة، إحنا نسميها، تنتظر واحد من 3 أشياء، يا إما تاريخ، يا إما حدث، يا إما تشغيل برنامج.
فينشط الفيروس ويقوم بما برمجة لأجله، وتقوم الفيروسات بنسخ نفسها من ملف إلى آخر أو من حاسوب إلى آخر، احنا قلنا ينتقل بالعدوى صح، وذلك متى توفرت الفرصة. زين شنو هاي الفرصة؟ هسه احنا من هذا السطر أو من هذا شنو راح نفهم؟ راح نفهم أنه هنالك طرق ينتقل فيها الفيروس. الطريقة الأولى زين اتصال الحاسوب المصاب زين بحواسيب أخرى. كيف يتم هذا الاتصال؟ أولا عن طريق الأقراص المتبادلة، ثانيا عن طريق شبكة الاتصالات اللي موجودة بين الحواسيب. يعني مثلا احنا عندنا بالمدرسة عندنا حواسيب في غرفة المدرسين، وعندنا حواسيب في غرفة الأبلات، وعندنا حاسوب في معمل الكمبيوتر أو معمل الحاسوب، وعندنا حاسوب أستاذ سمير في معمل الكيمياء، وعندنا حاسوب في غرفة أستاذ غزوان، وحاسوب في غرفة المدير، وحاسوب في غرفة أستاذ عبد الحميد. هذين الحواسيب أنا رابطهن مع بعض بشبكة فيها إنترنت. فأنا مثلا لو أنتوا إجيتوا وواحد من عندكم كان عنده قرص اللي هو الثم درايف أو يو اس بي درايف وخلاه في الكمبيوتر تبعي اللي هو في المعمل وإجاني فيروس، بما أنه هاي الحواسيب كلها مربوطة مع بعض، يبدي الفيروس ينسخ نفسه وينتقل من حاسوبي إلى الحواسيب الأخرى. فهو هذا القصد به عبر شبكات الاتصال أو عن طريق الأقراص المتبادلة اللي هي اليو اس بي أو الفلاش ديسك اللي أنا خبرتكم عنه. زين هسه التعريف، الكمون إيش وقت متى يعمل الفيروس، والنقطة الثالثة المهمة اللي هي كيفية انتقال الفيروس من حاسوب المصاب إلى الحواسيب الأخرى، يعني إما عن طريق الأقراص أو شبكات الاتصال اللي هي طرق الانتقال. تأثيرات الفيروس، تأثيرات الفيروسات تنقسم إلى نقطتين. أكو فيروسات مصممة أنه هي تدير مشاكسة ولفت الانتباه، وفي فيروسات وظيفتها تخرب. التخريب معناته هو مسح الملفات، تعطيل الجهاز بالكامل، يحتاج فرمته، يعني يحتاج إعادة تركيب نظام ويندوز مرة ثانية أو إلى آخره من المشاكل. راح نجي نقرأ سوا. بعض الفيروسات تهدف إلى شنو؟ مجرد المشاكسة ولفت الانتباه، وبعضها له أهداف تخريبية. هسه هذا النوع الأول من الفيروسات، وهذا النوع الثاني. من أمثلة الفيروسات الغير تخريبية، فيروس يقوم باستهلاك مساحات تخزين على القرص أو في ذاكرة الحاسوب. حلو، هسه الفيروس اللي يستهلك المساحة في القرص أو الذاكرة، هذا شنو يسموه؟ يسموه فيروس مشاكس. تمام، يعني مثلا أنا عندي الكمبيوتر تبعي حجم الذاكرة تبعته 100 جيجا، 100. تمام، أنا عندي ملفات، عندي صور، عندي كتب المدرسة، عندي الأسئلة تبعكم، عندي الفيديوهات والصور اللي أديرها للصفحة، عندي فراغ في الديسك في الذاكرة تبعت الكمبيوتر 40 جيجا. يجي الفيروس ويعمل من نفسه نسخ كتيرة. تمام، 100 200 300 400، احتمال توصل الآلاف النسخ. هذه النسخ وين تصير؟ تستهلك الجزء الفارغ اللي موجود في ذاكرة الكمبيوتر. زين أنا أجي ثاني يوم أفتح الكمبيوتر أتفاجأ أنه ذاكرة الكمبيوتر مملوءة. زين إذا أصور فيديو ما أقدر، أعمل صورة ما أقدر، أتفرج على فيلم ما أقدر، لأن الذاكرة ممتلئة. زين شنو هسه أسوي؟ لازم عد يعني أبدي أتصرف أنه أمسح قسم من الملفات، أو مثلا أنقل الملفات إلى جهاز أو ديسك خارجي وإلى آخره. بس هل أنه في هاي الحالة يعتبر الفيروس هو تخريبي أو مشاكس؟ يعتبر مشاكس. ليش؟ لأن اللحظة اللي أنا أكتشف الفيروس اللي موجود عندي في الكمبيوتر وأنظف أو أمسح الفيروس من الكمبيوتر، راح ترجع المساحة اللي هو كان شاغلها وتكون متوفرة لي أنه أستعملها مرة ثانية. الفيروسات التخريبية إذا تخرب أو تستهدف الديسك أو القرص خلاص ينتهي، يعني لازم أخذ القرص الذاكرة أرميها في سلة المهملات وأمشي المحلات أو المكاتب تبع الكمبيوتر أشتري ذاكرة جديدة وأخليها في الكمبيوتر. فالفيروس التخريبي يدير حاجة أنا ممكن أسترجعها إذا عرفت أنه أنا كان عندي فيروس، أما الفيروس التخريبي لا، يخرب وخلاص انتهينا. زين هسا عندي المثال اللي هو تخزين على القرص أو في ذاكرة الحاسوب، وبالتالي يؤثر على سرعة
وكفاءة الجهاز. بينما هسه راح نجي على الفيروسات التخريبية، قد تسبب الفيروسات الضارة إتلاف البيانات، هاي الحاجة الأولى. الحاجة الثانية سرقة المعلومات الشخصية كالمعلومات الحساب المصرفي وبطاقات الائتمان وإرسالها للقراصنة أو الأشخاص اللي هم قاموا في ببرمجة هذا الفيروس. زين هسه إذا أنا الفيروس الضار دخل للكمبيوتر تبعي وسرق من عندي الباسورد واليوزر نيم تبع الصفحة تبعت المدرسة ومشت المن للهكر القرصان دخل على الصفحة غير الباسورد ومسح الصفحة تبعت المدرسة، هل إنه أنا أقدر أسترجع الصفحة ولا لا؟ لا ما أقدر، خلاص راحت، مسحها وسيطر عليها كليا. بهاي الحالة يعتبر هذا الفيروس فيروس ضار. ليش؟ لأن أنا الخراب أو الضرر اللي سببه لي أنا لا ممكن أسترجعه، خلاص انتهى الموضوع، الصفحة مشت بعد ما حد يقدر يرجعها، تمام؟ فبهاي الحالة يعتبر فيروس تخريبي. بعض الفيروسات قد تصيب معدات الحاسوب، ها هذا نوع جديد من الفيروسات. هسه احنا الفيروسات اللي تكلمنا عنها هناية هي فيروسات تصيب البرامج والأنظمة تبعت الكمبيوتر. في نوع جديد من الفيروسات اللي هو النوع الثاني يصيب معدات الحاسوب اللي هو الهاردوير، يعني القطع نفسها، يستهدفها نفسها، يعطلها بحيث أنا بعد ما أقدر أستعملها إلى أن أستبدلها، فأخذ الكمبيوتر أمشي للمركز تبع التصليح يستبدلون القطعة التي عطلت، مثل الفيروس الذي يقوم بتنفيذ ملايين العمليات الحسابية المتوالية بدون استخدام أوامر للإخراج أو للإدخال. زين هسه راح تسألون إذا الفيروس يقوم بعمليات حسابية في الكمبيوتر، زين وين الضرر الناتج من هذا الموضوع؟ صح؟ يعني السؤال يطرح نفسه، أنه أنا مثلاً عندي فيروس دخل للكمبيوتر وعم يدير عمليات رياضية، يحسب الجيب تمام، يحسب الجيب، يحسب ناتج ضرب مصفوفتين وحدة في الأخرى، يستخدم الفكتر مثلاً، يستخدم نظريات تحليل وينفذها على الكمبيوتر تبعي ويطلع النتائج. زين وين المشكلة بالموضوع؟ رح نقرأ ونكمل. وبالتالي يلقي عبئاً كبيراً على وحدة المعالجة المركزية. زين إذا صار عبء كبير على وحدة المعالجة المركزية شنو راح يصير؟ مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارتها ثم احتراقها. شوفوا هسه كيف تسلسلت الأمور، يدخل الفيروس يدير عمليات حسابية كثيرة، ترتفع درجة حرارة الجهاز، توصل فد مرحلة كلش عالية، تمام، بحيث القطعة أو وحدة المعالجة المركزية تحترق. فبهاي الحالة هذا فيروس ضار تخريبي هذا. زين أنا هسه شنو أقدر أسوي؟ لازم أمشي المحل التصليح وأطلب من عنده أنه يبدل لي وحدة المعالجة المركزية في الكمبيوتر، يخلي لي وحدة جديدة، والقديمة تروح خلص نرميها في سلة المهملات، بعد مستحيل أرجع أسترجعها. هيك نوعية من الفيروسات تسمى فيروسات تخريبية، لأن العطل أو الضرر اللي سببه مستحيل أنا أقدر أسترجعه. الفيروسات المشاكسة وظيفتها أنه تلفت الانتباه، تدير شغلات مزعجة. يعني قبل أول ما كنا نستخدم الكمبيوتر كان فيروس يدخل الكمبيوتر، تعرفون شنو يسوي؟ إذا أنا أحرك الماوس على اليمين هو يمشي شمال، وإذا أحرك المشيرة اللي هي الماوس تبعت الكمبيوتر شمال هو يمشي يمين، وهيك هاي مشاكسة، بس يدير مشاكسة، أحرك الماوس لفوق هو ينزل لتحت، أحركه لتحت هو ينزل لفوق، وتعال حلها هيك. فكيف كنا احنا نسوي؟ يا اما نستخدم برنامج مضاد للفيروسات وينحي الفيروس المشاكس هذا من الكمبيوتر، او نعمل ريفورمات كامل للكمبيوتر. هسا عرفنا لهناية، هاي المطلوب من عندكم تأشروها، واذا عندكم اي اسئلة انا ممكن اجاوبكم ان شاء الله بالاسبوع القادم من يرجع الدوام. فعدنا الفيروسات عرفناها انه هي مشاكسة وقسم اهداف تخريبية. الفيروسات نوعيتين، اللي يصيب الهاردوير المعدات، والنوع الثاني اللي هو يصيب البرمجيات، تمام. من أمثلة الفيروسات المشاكسة اللي هو يقوم باستهلاك تخزين القرص والذاكرة على الحاسوب، وبالتالي تقل السرعة والكفاءة. من أمثلة الفيروسات الضارة هو
سرقة المعلومات الشخصية وبطاقات الائتمان وإرسالها للقرصنة بحيث يستخدموها لنهب مبالغ أو سرقة مبالغ من الحساب أو سرقة معلومات حسابي، وبهاي الطريقة أنا بعد ما أقدر أسترجعها، انتهى الموضوع، فلذلك هذا الفيروس تخريبي. زين، المنهج لخصنا مجموعة من الأعراض اللي هي إذا ظهرت في الكمبيوتر معناتها أنه أنت عندك فيروس، كأنما إحنا من نصاب بالزكام، الله يحفظنا ويحفظكم، أنه أنا أبدي درجة حرارتي ترتفع، أفقد حاسة الذوق، أفقد حاسة الشم، يصير عندي نوع من السعال، أشعر بالتعب، الإرهاق، أنام كثير. زين، هاي كلتها اللي هي تعتبر شو اسمه أعراض الإصابة بالفيروس. فبالكتاب عندنا إحنا 10 نقاط رئيسية اللي هي أعراض الإصابة بالفيروسات. إذا صارت واحدة من عندها في الجهاز معناتها أنه إحنا عندنا فيروس، لازم نبدي نتصرف. أول واحدة، البطء المفاجئ. الكمبيوتر كان شغال كويس وسريع، ورا فترة بدأ يبطأ 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 وصار بطيء. انخفاض سعة الذاكرة، هاي هسه إحنا شرحناها، والقرص همين، القرص الصلب، أنه المساحة الفارغة عندي في الذاكرة بدأت تستهلك بطريقة سريعة، وأنا ما عم أخلي ملفات في الكمبيوتر. يعني كيف أنه أنت مثلا في التليفون سعة التليفون عم تقل، اللي هو الفراغ اللي موجود في التليفون الذاكرة، وأنت ما عم تأخذ لا صور ولا عم تنزل تطبيقات بالتليفون، زين كيف هاي المساحة تروح؟ إذن أنا عندي فيروس بالتليفون، نهاية موضوع. زين، انخفاض سعة القرص الصلب بشكل واضح نتيجة لتناسخ الفيروسات، لأن قلنا إحنا الفيروسات فيها إمكانية أنه تنسخ نفسها وتكرر نفسها. النقطة الرابعة، تغيير شكل بعض أيقونات الملفات. هاي واحدة من أبسط الأمثلة اللي إحنا عانينا من عدها قبل، من كان يصير عندنا فيروس في الكمبيوتر، أنه الأيقونات تتغير. مثلا أيقونة الفولدر المجلد اللي هو في ويندوز هو شكله أصفر، يصير لونه أخضر، تمام؟ مثلا ملف الوورد اللي هو الأوفيس مكتوب عليه حرف W، صح؟ اللي هو الوورد، والباوربوينت اللي هو السلايدات أو الجداول مكتوب عليه حرف P. أنا أسكر الكمبيوتر، أصحى ثاني يوم ألاقي ملفات الوورد صاير عليها حرف W، العفو حرف T بدال W. زين، كيف تغيرت هاي؟ منو غير الأيقونة وشكلها؟ إذن هذا فيروس. تضخم حجم بعض الملفات، وذلك بسبب تضمين الفيروسات داخلها، تمام؟ هاي نقطة مهمة. شنو معنات إنه الفيروس يتضمن داخل الملف؟ الفيروس على مود ينتشر يحاول يخفي نفسه داخل الملفات اللي أنا أتناقلها مع أصحابي. يعني مثلاً عندي صور جبتها من صاحبي، والصور رح أخذها وأعطيها لغير شخص، فهو يحاول يخفي نفسه بهاي الملفات. في فيروسات تخفي نفسها في ملفات الصور، في فيروسات تخفي نفسها في ملفات الأوفيس، في فيروسات تدخل بالكتب اللي هو البي دي افات، هذا هسه الفاتحة هذا بي دي اف، تمام؟ تخفي نفسها هنا. أنا أعطيك الملف، أنا أعطيك ملف أغنية، أنا أعطيك الصور، تفتح الصور ما بها أي شيء، بس هو الفيروس بداخلها صاير. أول ما أنا أشغل الصورة يتسلل الفيروس بالخفية ويدخل للكمبيوتر ويبدأ بعمل الغرض الذي صممه من أجله. زين، عندي ظهور رسائل غير خطأ غير اعتيادية، مثل الرسائل التي تشير إلى استخدام الأقراص والبرامج بشكل متكرر دون أن يتم استعمالها من قبل المستخدم. زين، تظهر لي رسائل أخطاء بالكمبيوتر. يعني مثلا أنا جالس في الكمبيوتر وعم أتصفح يوتيوب باستعمال جوجل كروم، هناك على غفلة تطلع لي رسالة تنبيهية حمراء. زين، هاي تشايفيها، هاي تطلع طن، رسالة تكون حمراء وعليها أكس أحمر. زين، تقرأ الرسالة، لا يمكن طباعة هذه الصفحة لأنك لا تمتلك طابعة مربوطة على جهاز الكمبيوتر. زين، هذا الخطأ أنا ما درت شيء، يعني أنا ما درت أمر طباعة للصفحة على مود يطلع هذا الخطأ. زين، هذا الخطأ من إجى؟ تمام؟ هيك أمور من يبدي النظام يتصرف تصرفات غريبة وبدون إحنا ما ندير أي تصرف أو ما ندير أي حدث، رأساً المستخدم يجب أن يعلم أنه هو حالياً تحت تأثير الفيروس. لازم يبدي يتصرف أنه يشوف كيف يعالج هذا الفيروس أو يحاول يكتشف هل أنه هو عنده فيروس أو لا. 7، توقف النظام بلا سبب. أكيد
يعني انا اذا عندي تضخم في الحجم تبع الملفات وعندي الايقونات تغيرت وعندي انخفاض في سرعه القرص وعندي بطء المفاجئ، اكيد في النهايه راح اوصل للنقطه السابعه انه النظام يبدا بالبطء ثم البطء ثم يبدا بالتوقف المستمر. تمام، يبدا يتوقف بالاستمر. يعني اذا هاي الست نقاط صارت في اي كمبيوتر مستحيل اصلا راح يشتغل مره ثانيه، مش يتوقف. النقطة الثامنة توقف بعض التطبيقات البرمجية عن العمل، هذا أكيد. ليش؟ لأن الفيروس عندما يخفي نفسه في بعض التطبيقات يخربها، ما يخفي نفسه بطريقة صحيحة. فمن أنا أجي مثلا عندنا الفيروسات التطبيقية رح ناخذها هسه بعد هذا الموضوع، يستهدف مثلا ملفات مايكروسوفت أوفيس، يستهدف ملفات البي دي اف، يستهدف الصور. عندما الفيروس التخريبي يدخل على الصورة ويخربها، أنا بعد ما أقدر أفتح هاي الصورة. من يدخل البرنامج، برنامج عرض الصور، خلاص البرنامج ينتهي، يسكر، وكل فيروس وظيفته. تمام؟ زين، النقطة التاسعة إنشاء ملفات عشوائية. تمام؟ أنه أنا قاعد على سطح المكتب أو عم أشتغل هناك وظهر ملف جديد اسمه abc1723.pdf. زين، أنا ما أجدرت هذا الملف ولا عامل له داونلود من الإنترنت، منين إجى؟ هيك شغلات، أمور عشوائية تطلع، إذا أنا عندي فيروس. والنقطة العاشرة والأخيرة، تلف الملفات أو البيانات اللي هي تكلمنا عنها. النقاط هاي يا إما تجي استنتاج أو تجي صح وخطأ، العفو، اختيار متعدد أو صح وخطأ. يعني دائما يقولون مثلا من أعراض الإصابة بالفيروسات 1 2 3 4، وأنتوا تختارون المناسب. زين، يعني مثلا من أعراض أو مثلا صح وخطأ، من أعراض الإصابة بالفيروسات الشعور المفاجئ بالتعب والحاجة إلى الراحة، هاي ما لها علاقة بالأعراض، صح؟ يعني لو إحنا نشوف ما في نقطة بالهاي النقاط العشرة لها أعراض بالشي اللي قاله، فراح تكون النقطة غلط. مثلا ممكن يسأل على انخفاض سعة القرص. زين، يقول من أعراض الإصابة بالفيروسات هو انخفاض سعة القرص الصلب وبشكل واضح نتيجة للبطء المفاجئ في أداء الحاسوب. هل إنه هذا الكلام صح لو خطأ؟ لا، إحنا عندنا الانخفاض هو سببه التناسخ مو البطء، فممكن يجزئ هاي النقطة. هاي إجتي السنة أو السنة الماضية سألوا هذا السؤال في الامتحان النهائي. تمام، فأنتوا احفظوها بهالطريقة. يعني النقطة إذا كان بها سبب ومسبب أو سبب ونتيجة، حاولوا تعرفوها أو تحفظوها بهالطريقة هاي، والبقية راح تجي اختيار متعدد، وأنا متأكد راح تكون كتير واضحة. زين، راح نبدأ بأنواع الفيروسات. أنواع الفيروسات الضارة، طبعا مو المشاكسة، الفيروسات الضارة تقسم حسب المنهج تبعكم إلى أولا الفيروس التنفيذي، حصان طروادة، فيروس الدودة، وفيروس الماكرو، وفيروس بدء التشغيل، اللي هي هاي الخمس أنواع. طبعا هي سهلة، ما يحتاج لها يعني تركيز كثير. من اسمه الفيروس التنفيذي معناتها يصيب الملفات التنفيذية، رأسا من الاسم الفيروس التنفيذي يرتبط بالملفات التنفيذية، وعندما يشتغل هذا الملف ينشط الفيروس وينسخ نفسه في الذاكرة ليصيب الملفات التنفيذية الأخرى في الجهاز. يعني يدخل عن طريق تطبيق معين للجهاز، من أنا أجي أشغل هذا التطبيق ينشط الفيروس وينتقل لكل التطبيقات الأخرى. زين، من اسمه فيروس تنفيذي يعني معناتها ملفات تنفيذية. زين، فيروس حصان طروادة هو برنامج يقوم بشيء آخر غير ما يعتقده مشغل البرنامج. زين، كيف يعني؟ فقد تكون على شكل لعبة، وعند الانتهاء منها تبدأ بالتسبب بأضرار لجهاز الحاسوب. يعني مثلا أنا أعمل لعبة مجانية وأخليها على الإنترنت، وبدون علم المستخدم أخلي فيروس داخل هذه اللعبة. يجي المستخدم يلاقي لعبة قدامه مجانية، ينزل اللعبة، يركبها على الكمبيوتر، يلعب ويتونس ويمرح، يكمل اللعبة، يخلصها للنهاية، وورا ما يخلص اللعبة الفيروس يبدأ بعمله. زين، اذكروها دائما، حصان طروادة يعني معناتها توهيم المستخدم بشيء، بينما هو في الخفية أو في الخفة في شيء آخر مضر. كيف دائما يهمون المستخدم؟ عن طريق اللعبة. زين، ما في مستخدم على الكمبيوتر
يشوف لعبة مجانية وممتعة إذا ما يستخدمها أو ينزلها ويركبها على الكمبيوتر. لعبة مجانية لا نقاش بالموضوع هذا. زين، عندي فيروس الدودة اللي هو النوعية الثالثة. فيروس الدودة من اسمه الدودة اللي هي الورم، شنو وظيفتها؟ تحفر أنفاق في الأرض وتمشي من مكان إلى مكان. تذكروا هاي دائما. زين، راح نجي للتعريف. وهو لا يسبب ضرر للملفات. زين، إذا هو فيروس وما يعمل ضرر للملفات، زين شنو وظيفته؟ ليش عاملين هذا الفيروس؟ وإنما يصنع نسخا على النظم الأخرى في الشبكة بسرعة هائلة، زين، مستغلا ضعف الأمان في الشبكة، ويتسبب في تعطيل الشبكة وتوقفها عن العمل. حلو، زين، يعني هسه احنا اتضح عندنا من فيروس الدودة انه اولا هو لا يضر ملفات الحاسوب، اثنين ينسخ نفسه بسرعة هائلة، ثلاثة ينتقل عن طريق الشبكة، عن طريق الشبكة ما ينتقل عن طريق الأقراص، ووظيفته يستغل ضعف الأمان في الشبكة وبعدين يعطلها ويوقفها عن العمل. زين، فيروس الدودة عرفناه هسه لا يضر ملفات الحاسوب، ينتقل عن طريق الشبكة بسرعة هائلة وينسخ نفسه، يستغل ضعف الأمان ويعطل الشبكة ويوقفها عن العمل. ففيروس الدودة اختصاصه يحفر أنفاق في الشبكات، شغله بس شبكات، مختص بالشبكات، ما يعمل أي شيء بالكمبيوتر، وإنما يستغل الكمبيوتر على مود يدخل للشبكة وبعدين يعطل الشبكة. تمام؟ فهسه صح وخطأ، هل إنه فيروس الدودة يضر في الملفات؟ لا. هل إنه هو يضر الشبكة؟ نعم، يعطلها ويوقفها عن العمل. هل إنه هو ينسخ نفسه بسرعة هائلة؟ نعم. هل إنه هو يستغل ضعف أمان الشبكة؟ نعم. زين، فيروس الماكرو. فيروس الماكرو اختصاص فريد من نوعه، هو ليس له علاقة بالشبكة، وليس له علاقة بالألعاب، وليس له علاقة بالملفات التنفيذية. زين، لعد شنو اختصاصه؟ فيروس المايكرو يشتغل على ملفات مايكروسوفت أوفيس، الوورد، الأكسل، الباوربوينت، السكايب إلى آخره. وهذا الفيروس مرتبط بوحدات الماكرو الخاصة بالتطبيقات مثل مايكروسوفت أوفيس، ويعمل بشكل تلقائي عند تشغيل هذا التطبيق، ويعمل نسخ أخرى منه. تمام؟ هسه عرفنا هذا الفيروس ما إلى علاقة الماكرو، دائما تذكروه ماكرو يعني مايكروسوفت، ما إلى علاقة لا في الشبكة ولا في الملفات التنفيذية ولا في الألعاب، وما إلى أي علاقة. زين، وظيفته يستهدف برامج مايكروسوفت أوفيس، وعند تشغيل البرنامج اللي هو التطبيق اللي خاص بمايكروسوفت أوفيس، زين، ينشط ويبدأ العمل بصورة تلقائية. زين، النوعية الأخيرة اللي هو فيروس بدء التشغيل. فيروس بدء التشغيل هذا يدخل في الملفات المسؤولة عن تشغيل نظام ويندوز. من اسمه بدء التشغيل، يعني الملفات المسؤولة عن تشغيل النظام هو يعطلها. زين، وهذا النوع من الفيروسات يصيب منطقة ملفات النظام على القرص، وتحتوي هذه على الملفات والبرامج الخاصة ببدء تشغيل الحاسوب أو نظام الحاسوب. وظيفته شنو؟ يقوم بإتلافها والعبث بها. زين، راح نقرأ النقطة المهمة في هذا الفيروس. هذا النوع من الفيروسات يعتبر من أخطر الأنواع، لأنه يمنعك من تشغيل الجهاز. عرفنا ليش؟ إذا أنا الفيروس من دخل عندي في الكمبيوتر وعطل أو قام بإتلاف الملفات والبرامج اللي هي مسؤولة عن بدء تشغيل الحاسوب، تمام؟ أنا كيف رح أقدر أشغل الكمبيوتر؟ مستحيل، ما أقدر بعد أشغل الكمبيوتر، تمام؟ يعني كيف أشغله وهو قام بإتلاف هذه الملفات؟ فليش يعتبر أنه هو من أخطر الأنواع؟ لأن أنا الجهاز أصلاً بعد ما يشتغل، زين كيف أنا أقدر أستخرج ملفاتي المهمة من الجهاز؟ كيف أنا أقدر أصلح الجهاز؟
وانحي الفيروسات من الجهاز اذا انا اصلا الجهاز مش قادر اشغله، تمام؟ فلذلك هو يعتبر من اخطر الانواع، لان اللحظه اللي يتلف هذه الملفات الجهاز يكون غير قادر على العمل كليا او غير قادر على بدء التشغيل كليا. فلذلك يعني لا يعطينا اصلا فرصه انه احنا ندافع عن نفسنا او نقاتل عن نفسنا او نحمي نفسنا، فلذلك يعتبر من اخطر الانواع. فبدء التشغيل اخطر الانواع. الماكرو يشتغل على مايكروسوفت ويشتغل بطريقه تلقائيه، مايكروسوفت اوفيس، وورد، اكسل الى اخره، الى علاقه بس ببرامج مايكروسوفت. برنامج الدوده يعطب الشبكه، يوقفها عن العمل ويعطلها، يستغل ضعف الامان في الشبكات وينتشر، يستخدم جهاز الحاسوب لكي يدخل الى الشبكه. زين، ليس له علاقه لا بالملفات ولا بالصور ولا بالملفات التنفيذيه، ما الى اي علاقه، اختصاص الشبكه. حصان طرواده يوهم المستخدم، دائما تذكروها حصان طرواده كانما اصطياد الكتروني، يوهم المستخدم بحاجه وهو يعمل غير حاجه. لعبه مجانيه ومن الانتهاء منها يبدا الاضرار بجهاز الحاسوب. والفيروس التنفيذي الى علاقه بالملفات التنفيذيه. الموضوع الاخير في هذا الفصل، وان شاء الله نكون كملنا على خير، هو احنا كيف طرق الوقايه من الفيروسات، كيف نحمي نفسنا. فعندنا مجموعه من النقاط المهمه اللي يجب يعني نتعلمها او نديرها، نقاط كلش سهله، مجرد يعني احفظوها او اشروها، ما بها اي شيء صعب. يعني دائما تجي مجرد صح وخطا او اختيار متعدد، اكثر شيء اختيار متعدد. عندنا شراء البرامج الاصليه، زين، والامتناع عن اشتراء البرامجيات المستنسخه بصوره غير شرعيه. ليش؟ لان الناس اللي يديرون استنساخ غير شرعي للبرامج يزرعون فيها فيروسات ويعطونا اياها بصوره مجانيه، فاحنا لازم نبتعد كل قدر الامكان وشراء برامج اصليه من الشركات نفسها. 2، الاحتفاظ بنسخ احتياطيه من البرامج والبيانات، هذا امر وقائي، انه انا اذا صارت عندي مشكله اقدر استرد البيانات. كيف احنا هسه عندنا بالتليفون الايفون مربوط بالاي كلاود، عندنا الاندرويد مربوط في حساب جوجل والى اخره. الاحتفاظ بسرية كلمة السر وتغييرها من وقت إلى آخر، تمام، لازم تكون كلمة صعبة ما حد يقدر يخمنها ويسرقها. استخدام البرامج الجديدة المضادة للفيروسات، في برامج هي مضادة للفيروسات احنا نستخدمها على مود نحمي جهاز الكمبيوتر من أنواع الفيروسات، ويجب تحديثها بشكل مستمر. هاي نقطة مهمة، انه انا دائما لازم ادير تحديث إلها على مود احصل على اقوى أنواع الدفاع ضد الفيروسات. 5، فحص البرامج الجديدة قبل استخدامها للتأكد من خلوها من الفيروسات. السنة هاي سألوا هذا السؤال صح وخطأ، شوفوا كيف جابوا. فحص البرامج الجديدة للتأكد من خلوها من الفيروسات، صح لو غلط؟ غلط. ليش؟ لأن احنا البرامج الجديدة يجب علينا فحصها قبل استخدامها، مو بعد ما نركبها في الكمبيوتر ونفحصها. فإجى هذا السؤال صح وخطأ، أنه من طرق الوقاية من الفيروسات هو فحص البرامج الجديدة للتأكد من خلوها من الفيروسات، أو فحص البرامج الجديدة بعد تنصيبها في الجهاز لخلوها من الفيروسات. هذا كلام غلط، أنا من أجيب البرنامج الجديد يجب أن أفحصه قبل ما أستخدمه، ورا ما أتأكد أنه هو خالي من الفيروسات أعمل له تركيب أو تنصيب في الجهاز. النقطة السادسة حلوة، تدريب الموظفين على كيفية الوقاية ضد الفيروسات والتعامل معها. زين، كيف احنا ندرب الموظفين؟ نعلمهم أنه في مواقع في الإنترنت إذا الواحد يخش لها في فرصة أنه هو يصاب بفيروس، فإحنا دائما نخبر الموظفين أنه يحاولوا يتجنبوا هاي المواقع. دائما نعلم أو نشرح للموظفين أنه يبتعدون عن تنصيب البرامج المجانية من الإنترنت إلى أن يتأكدون من مصدرها. دائما يسألون موظف الـ IT أو موظف الحاسوب اللي موجود في المركز
انه على مود يخبرهم انه هذا البرنامج موثوق فيه، هذا البرنامج شو اسمه يعني لا تحاولون تنصبوا، في بديل احسن منه الى اخره. فتدريب الموظفين طبعا هي تعتبر من الخطوات الاولى اللي هي الدفاع ضد الفيروسات. ليش؟ لان المبرمجين دائما يحاولون يغرون المستخدم ويغرون الناس اللي هم عندهم خبره قليله في الكمبيوتر عن طريق لعبات او برامج مجانيه. زين، اللحظة اللي يستخدمون هاي البرامج تدخل عن طريقها الفيروسات للكمبيوتر وبعدين تنتشر بالشبكة. 7، عدم فتح أي ملف مرفق ضد أي رسالة إلكترونية لا تعرف مصداقيتها أو مصدرها. يعني مثلا أنا إجاني رسالة من شخص، أنا هذا الشخص لا أعرفه، لا عندي مراسلات معه قبل، الإيميل تبعه مشكوك فيه، زين، وراسل لي أتاتشمنت، أنا شنو وظيفتي؟ ما أفتح هذا الأتاتشمنت، صح؟ يعني مستحيل أنا أفتح شيء إجاني عن طريق الإيميل من شخص أنا ما أعرفه ولا عمري شايفه، فما عندي مصداقية لهذا الموضوع. التأكد من مصدر أي برامج يتم تنزيلها عبر الإنترنت، طبعا هاي واحدة من النقاط اللي إحنا ندرب عليها الموظفين على مود يوقون نفسهم والشركة من البرامج. زين، لازم نتأكد من المصدر إنه من هي الشركة المصنعة لهذا البرنامج. إذا إحنا شركة نعرفها عندها برامج مشهورة على الانترنت، إيه؟ يعني مثلا من أنا أنزل تطبيق من شركة فيسبوك يختلف عن من أنا أنزل تطبيق عن شركة أنا أصلا مسامع فيها. الوثوقية اللي عندي بالفيسبوك هي أكثر من بقية الشركات. ليش؟ لأن الفيسبوك شركة معروفة والكل تعرفها، فمستحيل تعطينا برامج فيها فيروسات. زين، النقطة 9، عند استخدام حاسوب خلال شبكة الحواسيب يجب حماية الشبكة بجدار ناري. النقطة 9، تحمي، إذا احنا خلينا جدار ناري للشبكة، الشبكة راح يزيد حمايتها، تزيد حمايتها عن طريق استخدام الجدار الناري. إذا زادت ازداد حماية الشبكة بالجدار الناري راح نكون احنا محميين ضد فيروس الدودة. تمام، لأن إذا كان الجدار الناري موجود في الشبكة، فيروس الدودة لا يستطيع الانتشار وتعطيل الشبكة. الجدار الناري يمنع فيروس الدودة. زين، هاي النقطة 9. والنقطة 10 والأخيرة، فحص ومراجعة الإعدادات الأمنية عند الاتصال بشبكة الإنترنت بواسطة البرامج المتوفرة لحماية الجهاز من الاختراق. الإعدادات الأمنية يعني هاي نقطة إضافية ما أشوف فيها علاقة، بس خلاص هاي أشروها واحفظوها. الإعدادات الأمنية يعني مثلا أنا قاعد في مكان وكان في واي فاي موجود، تمام، يعني واي فاي في الشركة اللي هو وايرلس، قبل ما أكنك عليه يجب أن أتأكد أنه الباسورد اللي مستخدميها تكون قوية. إذا الواي فاي اللي موجود مجاني وما في أي كلمة سر، أنا هذا ما يصير أكنك عليه، مستحيل. دائما إحنا نمنع الناس كنصائح أمنية إنه يرتبطون بأي شبكة واي فاي مجانية وما فيها كلمة سر، تمام، هذا ممنوع، كليا ممنوع. بعض النقاط الأخرى مثلا احتمال في بعض الشركات عندها إعدادات أو مجموعة من البرامج يستخدموها خاطر يحمون الموظفين من الفيروسات وإلى آخره من الأمور. فهو كنقطة طبعا هاي الإعدادات الأمنية منو يراجعها؟ يراجعها الموظفين اللي هم يشتغلون في نفس الشركة. فكنقاط رئيسية عندنا النقطة 5 مهمة، كلمة السرية هم من هاي مهمة، الملفات المرفقة سألوا عليها بالامتحان السنة الماضية حسب ما أتذكر، النسخ الاحتياطية لا ما سألوا عليها ولا مرة، ها البرامج الأصلية سألوا عليها مرة، أي أتذكر كانت يمكن اختيار من متعدد، ما أعرف يعني أتذكر، يعني أنا أتذكرها مرة سألوا عنها. تمام، سألوا إنه ليش شراء البرامج الأصلية يحمينا من الفيروسات، وكانوا معطين عدة اختيارات، لأن الناس اللي يستنسخون البرامج بصورة غير شرعية قلنا يضمنون فيروسات داخل البرامج تبعتنا. فطرق الحماية يجي عليها الفيروسات لا يكاد أن تمر سنة أو دور إذا ما يجي من عندها 3 أسئلة أو 4، صح وخطأ، دائما صح وخطأ، تمام، فركزوا عليها. تقريبا هي الفيروسات وأنواعها من أهم المواضيع اللي موجودة في هذا الفصل.
وطرق الحماية مرينا عليها وذكرت لكم النقاط المهمة. الأمور اللي فاتتكم أو اللي ما فهمتوها أقدر أنا أشرح لكم إياها عندما نلتقي بالأسبوع القادم إن شاء الله اللي هو بعد العطلة. طبتم بالخير والعافية وتصبحون تصبحون على خير. لا أنا عندي ليل، أنتوا عندكم صبح. زين حبايبي، نشوفكم على خير إن شاء الله. مع السلامة.